السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم غتشوفوا الفيديو ديالنا ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد العبايات هادو اللي وجدت للرمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ومبارك عواشركم. هاد العبايه هادي راه ديجا شاركتها معكم، هادي راه فصلتها معكم في القناه ووريت لكم الطريقه ديال الفصاله ديال هادي. فيها جوج قطعات، في السطر وحده، في السطر وحده في التحت. وكاينه ثاني عبايه هي هذه اللي جايه بالسلسله بحال هكا النص، وفيها قطعه في الحزام، وكاينه قطعه لتحت كما كتشوفوا معايا. وكاينه هاد العبايه هذه تالت عبايه، كتجي بالباندا، باندا وصدف مغلفين، وتجي فيها هاد الفرفره لتحت. وكاينه هاد العبايه هذه اللي راه حتى هي لحتها معاكم في القناه. هاد العبايه هذه كتجي بالفرافر، كتجي بالفرافر في الكمام بحال هكا، وبالشال ديالها. هذا هو الموديل، هذا الموديل هذا راه دارج بزاف هاد العام في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتجي جميله في اللبسه، وراه هزه كتهز الثوب يعني بزاف. وكاينه هذه فيها بلي في الصدر الفوق، وفيها بلي كبير يعني كتعطيك واحد العرض لتحت، وما فيهاش داك البلي في الظهر، يعني الظهر ديالها سامبل. وفي هنايا في الصدر فيها البلي، وفي الكمام فيها واحد القطعه هنايا في الكمام، وراها البنات راه كنخدموهم وكنخدمو فيهم الطايات. بالنسبه اللي بغى الطايات الكبار راه كاينين. وهاد التوب هذا باش كنخدمو راه التوب ديال الريحانه، يعني شي حاجه كاليتي. وكاينه هذه اللي مخدومه بلوروا في القطعه في الصدر، كما كتشوفوا معايا فيها واحد القطعه وحده في الصدر، وفيها الكمام، الكمام فيهم حتى هما القطعه ولاستيك. والكل داير، كل عادي داير. وكاينه هذه حتى هي اللي جايه حتى هي كل داير، وفيها جوج قطعي، هذه فيها قطعه في الحزام وفيها قطعه لتحت. دي حتى هي كتجي جميله في اللبسه، هادو كيتلبسوا مع الشال وكيتلبسوا مع الزيوف اطوال، كيجيو زوينين في اللبسه. وكاين هاد القفطان هذا ديال جوهره، الله يعطي الصحه للمعلمات ديالي اللي كيخدموا ليا، يعني شي حاجه رانده، شي حاجه زوينه، شي حاجه متقونه كما كتشوفوا معايا الخدمه، يعني الخدمه ديالهم متقونه. وهاد الجلابه هذه اللي خدمنا حتى هي موديل زوين، هذه مخدومه في التوب ديال المليفه، مخدومه بكطرفيل نصق كما كتشوفوا معايا. وهذه اللي حداها حتى هي مخدومه في التوب ديال الكريب، كريب دوسوا، وخدمناها حصيره وحصيره براندا، ومخدومه بكطرفيل حتى هي مخدومه بالدبانه، وهابطه براندا، وكلها ملاقيه براندا، يعني جلابه كلها باليد كما كتشوفوا معايا، الجيبه كلها باليد. وكاينه هذه حتى هي اللي حداها، يعني جلابه نصطوق بسفيفه اللي خارجه دابا دارجه هاد العام، وفيها الرشمه في الجنب حتى هي. اللون ديالها راه ما كيبانش ليكم، واحد اللون زوين يعني بحال هاد اللون هذا كيقول ليه كاموني، يعني لون زوين، ما بانش اللون ديالها مزيان، كيبان في الصوره بحال المارو، راه هو ماشي مارو، وداير بحال كاموني على اللون ديالها زوين. شوفوا معايا البنات هاد الجيبات هادو اللي وجدنا لبنيتات الصغار، هادو وجدهم المحل ان شاء الله دايرهم للبيع. اول جلابه هي هادي، هادو جلاب ديال الكريب، يعني كريب المزيان، هذا كريب دوسوا، ودايره ليهم نصوق هكا خفيفه عقيدات، ودايره لهم هاد الطرزه هادي كما كتشوفوا معايا. هادي الطايه ديال 8 سنين، هادي غتلبسها 8 سنين. وكاينه هادي 5 سنين، هادي الطايه 5 سنين حتى هي، خدمناها بالعقيدات بحال هكا، ودرنا ليها واحد الزواقه هنايا، واحد الرشمه ديال العقيق وعقيدات باللوان. وهذه حتى هي فصاله مخزانيه كما كتشوفوا معايا، فصاله مخزانيه. وكاينه هذه ربع سنين، 5 سنين، هذه ربع سنين تلبسها، هذه قصيره شويه، هذه حتى هي كما كتشوفوا معايا، جيبات حلوين كيجيو زوينين في اللبسه. هذه فصاله عاديه ماشي فصاله مخزانيه، هذه عاديه، وفتيحات الجناب فيهم فتيحات الجناب، ومخدومه هكا بالحجر كما كتشوفوا معايا. وكاينين هادو
وخدمناهم بالكروشي، وخدمناهم الطرزة الرباطي اللي ولا دابا، هاد الطرزات اللي ولاو باليد ديال البنيتات الصغار كيعجبوهم هاد الطرزات هادو. هادي الطاية ديال هادي 6 سنين، دي الطاية 6 سنين تلبسها، وتا هي هادي في صالة عادية ماشي الخزانية، وفتحات جناب. وكاينه هادي الطاية ديال 8 سنين، وفيها هاد الطرزة هادي كما كتشوفوا معايا، ومخدومة بالكروشي حتى هي بهاد اللون. وفي الصالة ديالها هادي مخزانية، هادي في صالة مخزانية. وهادو هما الجلبات البنات اللي خدمنا اللي وجدوا ليا دابا، وراه باقيين خدامين في وحدين اخرين. المهم هادو هما اللي وجدوا ليا، راه شاركتهم معكم، وشكرا لكم على المتابعة ديالكم ليا، وبالسلامة عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.